السلام عليكم ورحمة الله أعزائي متابعي قناة عربي تاك. لدي أخبار عظيمة، وهذا الفيديو مستعجل لكشفها لكم ولنقلها لكم. الأخبار الجديدة صدرت في يوتيوب في الموقع الرسمي بمدونة باللغة الإنجليزية، وفيها الكثير من التحديثات كما ترون على الشاشة الآن أمامكم. تحديثات جديدة تتحدث عن مفاجآت قادمة في سنة 2023. هذه التغييرات لم تحصل اليوم ولا غدا، ستحصل مع مطلع العام القادم وخلال أشهر العام القادم، يعني ليس مع بداية العام مباشرة، إنما مع انطلاقة عام 2023. طيب، ماذا تنص هذه التحديثات؟ شو فيها؟ شو هي المفاجآت التي تقدمها يوتيوب الآن للناشرين؟ أغلب هذه التحديثات مرتبطة بالفيديوهات القصيرة الشورتس، وهي على ما يبدو أنها خطوة من المنصة لتشجيع الناشرين على ترك الفيديوهات الطويلة والانتقال الآن إلى عصر الفيديوهات القصيرة. وأنا أتوقع أن الكثير من الناشرين سوف ينتقلون إلى الفيديوهات القصيرة بعد هذه الأنباء، لأن يوتيوب تقول اليوم أنه مع بداية العام القادم أولا سوف يتم عرض الإعلانات على الفيديوهات القصيرة. أثناء التصفح في الفيديوهات القصيرة وبين الفيديوهات سوف يتم عرض الإعلانات بطريقة أو بأخرى، وهذه الإعلانات سوف تربح منها الأموال أنت كناشر لهذه الفيديوهات القصيرة، وسيكون لك نسبة 45% من الربح الصافي من هذه الإعلانات بحسب هذه المدونة التي أصدرتها يوتيوب. كيف تشترك الآن في الربح في الفيديوهات القصيرة؟ بنفس النظام السابق، أنت لتربح المال من يوتيوب اليوم تحتاج إلى الحصول على 1000 مشترك في قناتك وعلى 4000 ساعة مشاهدة خلال سنة. الآن يوتيوب تضيف شرط إضافي مرتبط بالفيديوهات القصيرة، تقول لك عليك أن تحقق 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة خلال عام، أو وركز معي على حرف أو، يعني إما هذه أو هذه، أو أن تحقق 10 ملايين مشاهدة للفيديوهات القصيرة خلال 90 يوما. يعني إذا كنت أنت تنشر فيديوهات قصيرة فقط، حقق 10 ملايين مشاهدة من فيديوهاتك القصيرة خلال 90 يوما واجذب 1000 مشترك، وسيتم إتاحة فرصة الربح لك والاشتراك في برنامج الشراكة مع يوتيوب، وبالتالي سيكون لك مثلك مثل أي ناشر للفيديوهات الطويلة لوحة التحكم في أدسنس، وستتمكن من الدخول إليها ومعاينة الأرباح. إذن هذا بالنسبة لتحقيق الربح من الإعلانات. نأتي، وهذه أهم نقطة بالنسبة لصناع المحتوى، نأتي إلى النقطة الثانية. سيتم أيضا فتح بقية الخصائص لصناع الفيديوهات القصيرة، سيتم إتاحة خاصية التشكرات، وهي خاصية تعمل في الكثير من دول العالم، ويمكن عن طريقها للمشاهد إرسال هدايا مباشرة لصانع المحتوى. كذلك سيتم فتح الانتساب أمام المشتركين في القنوات التي تعرض الفيديوهات القصيرة، وتعد يوتيوب بأنه سيتم تسهيل شروط فتح هذه الخصائص، يعني شروط الانتساب وإتاحة التشكرات، سيتم تسهيل شروط فتح هذه الخصائص لأصحاب القنوات. كذلك أعلنت يوتيوب أنه سيكون هناك مكتبة موسيقية جديدة تضم الكثير من الأغاني لمختلف الفنانين من حول العالم، وهذه المكتبة ستكون الأغاني فيها متاحة للجميع، يمكنك استخدامها ويمكنك تحميل الأغاني في فيديوهاتك وبدون الوقوع في أي مشكلة مع حقوق الطبع والنشر. لكن هذه الأغاني سيكون الحصول عليها مقابل شرط من اثنين: إما أنك عند أخذ الأغنية للفيديو الخاص بك سوف تدفع قيمة الأغنية، يعني سيكون هناك قيمة للأغنية تدفعها مرة واحدة عند أخذ الأغنية، وإما سيكون هناك مشاركة للربح بينك وبين صانع الأغنية بنسبة ثابتة لصانع الأغنية، فيما يكون ربح الفيديو الباقي هو لك، لكن هذه النسبة الثابتة سوف تكون دائمة من الفيديو. إذا كان لديك أي استفسار اطرحه علي في خانة التعليقات، وإلى اللقاء.